ورجعنا لكم من الفاصل ومعانا بقى دلوقتي الفقرة التانية، الفقرة المحبوبة لكل عندهم قنوات على اليوتيوب وكل اللي عايزين طاقة إيجابية. معانا الأستاذ مجدي عبد الغفار، أخصائي نفسي ويوتيوبر الاثنين، صح؟ تمام. منورني. ربنا يخليك يا فندم. شفت حضرتك فيديوهات كتيرة على اليوتيوب بتدي طاقة إيجابية للناس وبتحب كده تديهم طلة مشرقة على الحياة. تمام. صح؟ وده حضرتك تخصصك مظبوط؟ هو أنا أخصائي نفسي. آه. فاللي خلاني أعمل قناة على اليوتيوب يعني أنا حابب إن أنا أشارك كل حاجة أنا اتعلمتها مع الناس. تمام. بتفيد الناس. آه يعني أي حاجة أنا اتعلمتها حابب إن أنا أديها للغير بدون مقابل. تمام. فدي حاجة، الحاجة التانية أنا اللي خلاني برضه أخش مجال اليوتيوب إن أنا حابب ده. يعني ما ينفعش حد تحب تتكلم مع الناس والناس تسمعك. أوه. وبستحمل مثلا قاعده قدام الكمبيوتر، استحمل مثلا ان انا لسه هعدل في الصوت، كل الحاجات دي بالنسبه لي انا ببقى مستمتع وانا بعملها. اه بتحب الموضوع ده؟ لازم اكون بعمل اللي بيحب الموضوع ده فعلا بيدي فيه طبعا يعني اي وبينجح فيه، واللي انا شايفاه فعلا بسم الله ما شاء الله يعني من غير حسد اللي حضرتك فعلا ناجح في الموضوع ده، وعندك ناس بيستنوا كده الفيديو بينزل علشان يشوفوا المشاهده بتاعته. الحمد لله، ده فضل من عند ربنا والله. يعني الفكره كلها فعلا إن حب النهارده الحلقه فعلا حب الناس ده من حب ربنا فعلا سبحانه. ورضا ربنا على البني ادم. هي الحلقه النهارده كده سواء الفقره الاولى او فقره حضرتك. الحمد لله. قول لي حضرتك بقى كده، الاخصائي النفسي تمام المفروض بيأهل الناس بيديهم طاقه ايجابيه ولا يعني المعروف عنه ولا بيحل مشاكل ولا ايه بالظبط؟ بص يا فندم، في البدايه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الاخصائي النفسي هو يعتبر اكتر شخص بيساعد الناس ان هم يخرجوا الطاقه اللي جواها، سواء كانت طاقه سلبيه او طاقه ايجابيه. هو بيساعد الناس على الطريق الصحيح، يعني مثلا بيعمل جلسات تعديل سلوك، جلسات ارشاديه، جلسات تنمويه. الهدف منها ان احنا بنشوف الشخص اللي قدامي، نفترض مثلا في حد مثلا عنده مشكله. تمام. لو نفترض مثلا التدخين ده يعتبر سلوك سلبي، انا دوري هنا ان انا اقول له الطريق اللي يمشي فيه صحيح، ولكن مين اللي بيحل المشكله؟ هو اللي بيحلها، بس انا بقعد معاه بخليه يطلع كل الكلام اللي جواه. اه. واقول له على الحاجات الايجابيه اللي هو عملها في حياته واخليه يستمر فيها، اشغله بحاجه تانية تبعده عن الحاجه السلبيه اللي هو بيعملها. تمام. طب نفترض مثلا لو جاني، نفترض مثلا طالب متفوق، يبقى ده هعمل معاه جلسه تنمويه انميه اكتر. اقول له لا انت هنا بس مش يعني هديله تعزيز بشكل ايجابي، ما اجيش مثلا احبطه واقول له اللي انت بتعمله ده غلط، لا. اه. اقول له اللي انت بتعمله انت ممتاز جدا فيه، بس هيبقى احسن لو انت عملت كذا. بتشجعه. اشجعه، ده تعزيز. تدي طاقه وتشجعه. كذلك برضه نفترض مثلا يعني كل انواع الطلاب، في مثلا طالب ممكن يكون مستواه متوسط. ابدا برضه هنا اشوف الحاجه اللي هو الحلوه اللي بيعملها ايه، المهم ان انا اركز على الحاجه الحلوه اللي فيه. ما افضلش طول الوقت اقول له لا انت هنا غلطت كذا. النقد ده بيوقع. يعني النقد ده بيخلي الواحد ما يستمرش. حتى يمكن اكتر حاجه انا بقولها مع نفسي وبقولها للناس كلها، ومن الصبر يرتفع القدر. صح. اغلب الناس مثلا عندها استعجال، ما فيش صبر، عايزه تحقق الحاجه بشكل سريع جدا. في حين ان انت يعني عايز مثلا في يوم وليله تحقق كل حاجه. طيب انت بنيت ده، يعني دخلت مثلا جواك الحاجات المطلوبه، يعني المعدات والقدرات، لازم انمي نفسي. مظبوط. ما ينفعش ان انا في يوم وليله اوصل لده. تمام. لازم امشي على خطه. يعني مثلا انت قايم، اول حاجه انت قمت من النوم، هتعمل ايه النهارده؟ يومك ده هتعمل فيه ايه؟ فهي الفكره كلها هنا ان الاخصائي النفسي دور ان هو يدي طاقه ايجابيه لكل انسان مهما كانت مشكلته. انا بشوف الانسان اللي قدامي هو مريض يستحق العلاج وليس كمجرم يستحق العقاب. يعني انا مثلا لما بقعد مع حد وبيعمل سلوك غير اخلاقي او سلوك عدواني، عنف، تنمر، اي نوع من انواع السلوكيات عامه، ما اجيش ادخله في سكه ان انت مجرم، هو كده مش هيستمع ليا، مش هيطبق اللي انا هقوله. لازم يكون هو جاي يتكلم معايا، هو اكتر شخص هيفضفض له هو انا. يعني هو مثلا مش هيتكلم مع والده او والدته في الحاجات اللي هو يحكيها لي. بيديني الاسرار بتاعته كلها. في حين ان انا اساسا في مبدا سريه، يعني هو انت هتحكي لي الحاجه مستحيله اقولها لاي حد. يعني شرط من شروط ان انا اكون اخصائي نفسي ناجح ان انا اكون كل الحاجه اللي بتتقال لي هي سر بيني وبينه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه، لازم يكون هو صريح.
ما ينفعش يعيش في قصة فيلم وهو مش يعني مش موجودة في الواقع، وانا لما الصراحة اجي دي امشي معاك في بتيجي من الطريق الثقة المتبادلة. فانا عشان اوصله للصراحة لازم احببه فيا، تمام. لازم اشاركه تجاربي الشخصية، احكي له موقف انا مريت بيه في حياتي عادي خالص لما اتكلم معاه عشان اقرب منه اكتر. لازم بقى يعني الحاجز النفسي ده اخليه مش موجود، زي بالظبط مثلا لما مندوب كده مبيعات بيخش مثلا على حد بيكسر الحاجز النفسي بينه وبين العميل عشان خاطر يبقى بيتكلم كانه بيتكلم مع حد يعرفه بقاله فتره طويله. فانا نفس النظام، الاخصائي النفسي هو اكتر شخص هيساعدك في حل مشكلتك، اكتر شخص انت هتتكلم معاه وكلام بينك وبينه لا يعلمه الا الله، في نفس الوقت لازم تكون صريح معاه وتثق تماما ان هو ده الشخص الوحيد اللي هيحل لك المشكله بتاعتك لو انت يعني صدقت ده. تمام. ده بالنسبة للأخصائي النفسي. طيب موضوع اليوتيوبر بقى، اللي خلاني اتجه لليوتيوب يعني انا من صغري حضرتك عندك كذا قناة عندي صح؟ قناه دروس مجدي وقناه يوميات عائله ميجو، دي قناه الفلوجات انا وزوجتي وبنتي كرمه بنطلع مع بعض كده نعمل فيديوهات، بس برضه فيديوهات تعليميه يعني ممكن مثلا ابقى بتكلم مثلا مع كرمه. طب تعرف انا لو انا شفت قناة واحدة، انا لو اعرف ان القناه التانية خاصه بالاسره كنت دخلت زوجتك معاك، هي مستنياك بره. انا عارفه، طبعا ان انا شاء لو الله اعرف ان القناه دي فعلا فيها الزوجه كنت مش مشكله ان شاء الله ان شاء الله مره تانية ان شاء الله. الجهات كتير ان شاء الله. فقناه دروس مجدي بقدم فيها كل الحاجات اللي انا اتعلمتها في حياتي، يعني مثلا انا بحب المونتاج، تمام، انا كل حاجه اتعلمتها تعلم ذاتي يعني ما خدتش كورسات، تمام مع نفسك كده. مع نفسي كنت مثلا بفضي ده اجتهاد على فكره، هو اجتهاد. وفعلا الموضوع ده لما تحب حاجة بتفضل تجتهد فيها كده لغاية ما تنجح فيها. اكيد طبعا يعني اي حد بيحب حاجه بيبدع فيها وبيستمر وبيستحمل عواقبها، يعني مثلا العقاب ان انا شايف ان انا ممكن اقعد لمده 12 ساعه على الكمبيوتر عشان اعمل فيديو، ده من ناحيه يعني اي حد تاني يشوفه عقاب ان انت تقعد كده، لكن انا بالنسبه لي انا 12 ساعة هستحمل ده. وبعد كده في الآخر الفيديو يطلع لنا مثلا 10 دقايق أو ربع ساعة يعني. تقطيع وتظبيط صوت ومونتاج حاجات كتير قوي، يعني اكيد طبعا انتوا عندكم خلفيه اكبر مني طبعا. عن الحاجات دي. فالحاجه هنا ان انا لما حبيت الحاجه دي بدات ان انا اتعلم، يعني ادخل مثلا اكتب في السيرش سواء في محرك جوجل او في اليوتيوب، عايز مثلا اتعلم مونتاج، عايز مثلا اتعلم برمجه، عايز مثلا اتعلم خلي بالكم من تظبيط الحاجات الصوت. دي، مونتاج وبرمجة وتظبيط الصوت والطاقة الإيجابية. ادخلوا على القناة. القناة دي في أي قناة الحاجات دي؟ في دروس مجدي دروس مجدي. ادخلوا على القناة دي، خلي عندكم بقى طاقة إيجابية حتى كده. انا محدد مثلا كده كل مثلا اسبوع بعمل فيديو تحفيزي، الهدف منه اغلب منشئين المحتوى على اليوتيوب بيبقى بيصيبهم الاحباط السريع عشان مفيش مشاهدات، مشاهدات قليلة. اشتراكات ضعيفة، لا، اللي يدخل اليوتيوب يحط في دماغه الصبر الصبر الصبر. لو ما عندكيش الصفة او ما عندكش الصفة دي من الاول، بلاش تدخلوا مجال اليوتيوب خالص هيبقى يعني. صعب بالنسبة لهم جدا عشان اغلبهم عايزين يعني فاكرين ان انت مثلا لما تخش مجال اليوتيوب انت في يوم وليلة ممكن توصل بشكل سريع. بيحصل، بس ده عشان يحصل لازم حاجة اسمها ترويج. يعني مثلا اطلع مثلا مع قناة كبيرة يتكلم عني، او ممكن اعمل مثلا اعلان ممول على جوجل ادورد، فده هيكون سريع معاه، بس اكيد طبعا هيحتاج منه فلوس تمويل. فلوس كتير. لكن لو هتبدأ لوحدك انت هتتعب، بس والله العظيم هتلاقي كتير. طب قولي دلوقتي بقى، السؤال بيجي لي كتير قوي، لو اتفضل. حد منشئ قناه جديده، تمام، يحتاج فلوس قد ايه عشان يعمل له اعلان ممول عشان يبدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدا يجي له ناس؟ تمام، الفكره كلها بتعتمد هنا اول حاجه الفيديو اللي هو يعمل بيه اعلان ممول، يعني تمام. الاعلان نفسه اللي هو الفيديو مثلا ممكن يكون من 30 ثانيه، في ناس بتعمله دقيقتين، بس يفضل ان هو يكون قصير صغير وبيعبر عن محتوى القناه بالكامل. يعني مثلا يبدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا مجدي عبد الغفار منشئ محتوى على اليوتيوب، بقدم كذا كذا كذا، اتمنى ان كل الناس تخش تتفرج على القناه وتشوف المحتوى اللي انا بقدمه. تمام. وفي ال 15 ثانيه او ال 30 ثانيه دول هو بيعملهم يكون طلع كل طاقته من ناحيه مثلا الحاجات اللي هو الاسلوب بيعملها. في الكلام وكده بيشد. اول حاجه الفيديو، عشان هو الفيديو اللي هيجيب بعد كده مثلا مشاهدات وفي نفس الوقت الناس تبقى تشترك. حابه تشوفك. ما ينفعش مثلا ابقى تمام. طالع في الفيديو ساكت، ما فيش اي ايموشن عملتها في الفيديو تخلي الشخص وهو بيتفرج على الفيديو كده ينبهر او يبقى فيه انتباه. انا عايزك تركز. هتركز ازاي وانا صوتي واطي، في تشويش حواليا، او الاضاءه مثلا ضعيفه، لازم اظبط كل ده. طيب انا مش بعقدها والله، بس الفكره كلها اول حاجه اتعلم ان انت الصبر، تتكلم كتير. يعني ممكن مثلا يبدا حوار بالبيت، اتكلم مع اخواتك، اتكلم مع والدتك، مع والدك، حضر موضوع كده واطلع اتكلم،
هيحصل لجلجة تلعثم وهتعرق ده في وهتلاقي نفسك الاول، في الاول كده، وبعد كده الدنيا بتمشي. بس انا بوصي لكل واحد عنده قناة يبقى فيه صبر جامد، تقدم محتوى انت بتحبه عشان تعرف تكمل فيه. بلاش مثلا موضوع معين كده ويجيب موضوع من الشرق، لان بشوف قنوات غريبة قوي، المشكلة ان موضوع من الشرق ومن الغرب وكده، طب فين المحتوى؟ الفكرة ان هو لا تكن امعة، يعني مثلا ما تقلدش، يعني خلي تمام ليك شخصية، خلي ليك فكرة إبداعية عشان اللي بيتفرج عليك يبقى بيستمتع باللي أنت بتقدمه. تمام الفكرة بقى دلوقتي قد إيه الميزانية عشان يعمل إعلان ممول؟ يعني مثلا في مثلا يبدأ ممكن ب 80 جنيه، في مثلا ب 400 جنيه، ده حسب الحساب اللي هيعمله. يعني مثلا في حاجة اسمها جوجل أدوارد، لو أنا هعمل إعلان ممول ادوارد هنا بيقول لي انت عايز الحساب بشكل يدوي ولا بشكل تلقائي. بشكل يدوي يعني انا المتحكم في الحساب، لما الفلوس اللي موجوده في الفيزا تخلص الاعلان هيقف. تمام فبيقول لي الفلوس قد ايه انت تعمل بيها، حد ادنى 80 جنيه. ممكن اعمله مثلا باي فيزا، فيزا انترنت، بس لازم تكون فيزا انترنت او مثلا فيزا فودافون كاش، تمام. لكن ما ينفعش فيزا مشتريات او كده، لا لازم تمام تكون فيزا يا انترنت انترنت للغايه. يا فودافون كاش. ممكن يعمل فودافون كاش عادي تمام ب 80 جنيه. ده لو ايه، لو هيعمل الحساب على جوجل ادوارد حساب يدوي يعني تمام هو المتحكم فيه. لكن لو عمل حساب تلقائي، لما تخلص الفلوس اللي هو حاططها في الفيزا ادوارد ممكن يبعت له 400 جنيه تاني، بس هيسدهم بعد كده في اي وقت. تمام طيب يعني بس الحد الادنى لعمل اعلان ممول على جوجل ادوارد والحساب تلقائي 400 جنيه، 400 تمام فده الميزانية اللي ممكن مثلا يبدأ بيها. لكن انت عايز بقى ميزانية تخلي الإعلان يكون قوي جدا، فأكيد طبعا هتدفع نعدي مبلغ، بقى. هتدفع مبلغ كبير. نعدي. طيب احنا كده اخدنا ايه يعني، يعني حاولت الم الموضوع كله، سواء اخصائي نفسي او يوتيوب. انا بشكرك جدا على ربنا يخليك الفقره، يا وان فندم، شاء الله مش تبقى اخر فقره معانا، انا هتشرفني مبسوط جدا تاني والله، عشان تفيد الناس وتديهم طاقه ايجابيه كده. ربنا يكرمك يا فندم. متشكره لحضرتك. لا ربنا يخليك. نطلع فاصل ونرجع بقى لفقره المطبخ والاكل.